الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى علي صلى الله عليه. من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. قال صلى الله عليه وآله: ومن صلى علي عشر مرات صلى الله عليه مئة مرة. أهل البيت عليهم السلام قدوة. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن الشعوب اليوم والأمم بدأت بترسيخ هويتها بالاهتمام بتراثها وما أنتجه تأريخها على مستوى الأحداث والأشخاص، وإن تأريخ أمتنا الإسلامية مليء بشخصيات عظيمة يستطيع جمهور المسلمين أن يوظف ما توارثه منها في سلوكه وتعاملاته اليومية لينير بهم طريقه. فكلما ادلهمت بالأمة الظلم وتعسف عليها الزمن وتكالبت الأزمات والمحن، كانت الأمة ألصق إلى موروثها وحضارتها وأقرب إلى الذين مثلوا دور الريادة في صعد الحياة. ولسنا نعتقد بغير أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً قد مثلوا الإسلام وتعاليمه خير تمثيل وأورثونا موائد الخير وعوائد البركة والقيم الإنسانية التي ما فتئ القرآن الكريم يوصي بها ويدعو الناس إلى اقتفائها، فكانوا خير قدوة كما جاء في قوله تعالى: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وها هو اليوم حيث تحل علينا من قريب ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تلك المرأة التي جسدت على قصر عمرها الشريف قيم الإسلام وتعاليم القرآن، وقد عبر عن رمزيتها رسول الله صلى الله عليه وآله وما تحمله من معارف عالية المضامين بقوله صلى الله عليه وآله: هي روحي التي بين جنبي أم أبيها، رضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هذه المثل الأعلى والحجة على المسلمين والبركة فيهم والاعتصام من الانحراف والزيغ هي أقرب نموذج نتمسك به لإنقاذ أمتنا من المنعرجات وسبل الشيطان التي عكف عليها أعداؤنا لتحسين صورته إلى شبابنا، فسوق إلينا بضاعته ليحقق فينا مآربه ومقاصده وأهدافه في الغلبة علينا. فلنحتكم إلى ما ورد عن هذه الطاهرة
الصديقة من سلوك ومعاملة، ولنتعايش في مرابع وصاياها وما أودعته في الأمة من دور يمس حاجتنا اليوم. فلسنا أمة ضاع تأريخها، ولسنا أمة فقدت تراثها، ولسنا أمة بحاجة إلى الاعتماد على أفكار الآخرين لعجز فينا. فميراثنا يكتنز قيماً فكرية يحتاج الآخرون إليها، إلا أن نكون نحن راغبين في إضاعة هويتنا والتخلي عن مبادئنا وبنائه العريق. وهذا ما لا يمكن ولا مجال لقبوله ولا الاعتقاد به. فأمتنا لها خصوصيتها، فهي أمة علي والحسين صلوات الله عليهما، وأمتنا أمة الزحف إلى المقدسات والمهمات الصعبة، وأمتنا أمة فاطمة الزهراء التي سادت نساء العالمين ونساء أهل الجنة. فإن لم نجعلها قدوة لنسائنا ونبراساً تهتدي بناتنا بها، فمن تلك التي يمكن الركون إليها والاقتناع بها لتكون مثلاً أعلى والعمل على توظيف أخلاقها وسلوكها لخدمة المجتمع من أجل أن يسود الهدوء والطمأنينة وضمان الخير في الدنيا والآخرة؟ فندعو نساءنا وبناتنا وأخواتنا بوجه الخصوص إلى أن تفيق ولا تجعل للشيطان عليهن سبيلا، ولتتمسك بالعروة الوثقى والسبب المؤدي إلى الله تعالى ورضاه، وليغتنمن فرصة القوة والشباب للتزود من معارف هذه الطاهرة الزاهرة المطهرة سلام الله عليها، وقرأن ما تيسر من سيرتها، وكن كما كانت سلام الله عليها ابنة بارة عظيمة وزوجة صالحة وفية وأما محسنة مربية مباركة. وقد تركت في قلوب الناس جميعا من الآثار ما لم يسجله التأريخ لغيرها، وتقيدنا بما فرض الله تعالى من كمال العفة والستر والحجاب وبذل الجهد في الانتهاء عن متابعة الهوى والشيطان، وليكن ذلك قربانا إليه تعالى في رفع الحيف ودرء المظالم والأسواء عن حياتنا اليومية. فإليك يا رب نضج ونشتكي من جور ما نحن فيه، ونستنظر إمامنا وهادينا ومرشدنا ومخلصنا، والأخذ بأيدينا إلى دينك ورضاك. فعجل اللهم فرجه وقرب ظهوره، واهدنا للعمل بالوظيفة في زمن الغيبة، واجعلنا ممن يترقب يوم الخلاص بطلعته المباركة. إلهنا بوجهك الجليل وبمولانا الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه وبأخيه أبي الفضل العباس قمر العشيرة وبزينب الكبرى العقيلة يا الله
أجل وقرب فرج وظهور وليك صاحب الأمر والزمان يا الله، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة، بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة يا رب المؤمنين، اشف صدور المؤمنين بظهور الحجة يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برحمتك يا العقيدة في الخافقين. حسين 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 حسين، بيان الرسالات والأنبياء أطلت به للملا كربلا، فاضت بناحر الهدى كل عين. حسين 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 حسين، نداء العقيدة في الخافقين، نداء العقيدة في خافقين. حسين إله السماء اصطفى، على العرش خط اسمه واجتبى، حسين على الشمس يعلو ضياء، ومن خاتم الأنبياء خطاها يا دوحة المجد والعارفين، وخامس أهل العبا الطاغرين
لأنت إمام بأمر السماء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين. حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين صلاة عليك وألف سلام فأنت امتداد لخير الأنام وأنت الشهيد وأنت الإمام وفيض دمائك أجل الظلام أيا نفحة الروح والياسمين ويا جذوة العزم والثائرين فأنت العطاء وباب الرجاء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين. حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين حبى الله من قد حباك وطوبى لمن نال حقا رضاك فنحن اهتدينا بفيض دماك ونحن اتبعنا بأمر خطاك يا فخر فطرس والمؤمنين سنبقى نباهي بك العالمين وهذا صدى الخادم الأوفياء أطلت به للملا كربلا وفاضت بنحر الهدى كل عين. حسين 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 نداء العقيدة في الخافقين نداء العقيدة في الخافقين حسين حسين.